عرفت الساعات القليلة الماضية وصول اللاعب الجزائري عماد الدين بوبكر إلى المغرب من أجل مواصلة المفاوضات مع إدارة فريق الوداد الرياضي خلال مرحلة الانتقالات الجارية. وفي هذا الصدد كشفت صحيفة العربي الجديد أن المدافع الجزائري المذكور حط الرحال في المغرب يوم الثلاثاء الماضي لمواصلة المفاوضات مع سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي. وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين متواصلة للتوصل لاتفاق نهائي في الساعات القليلة المقبلة لحسم الصفقة المذكورة. ويبحث فريق الوداد الرياضي عن بديل لتعويض رحيل الدولي المغربي أشرف داري إلى ستاد بيست الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.